أستاذ مصطفى نيري كاتب عربي مغربي، أحييكم على اختياركم لهذا الموضوع، لأن المغرب بحكم انتشار وباء الجهل والأمية المطلقة، الأمية الأبجدية والأمية الثقافية، فإن الناس مع الاحتياج ومع الخصاصة التي يعانونها منذ أجيال وأجيال، فأنهم يتوسلون إلى صحتهم بكل الوسائل، خاصة ما يتعلق بالفحولة والجنس، لأن الإنسان حينما يكون منهمكا في أمور الجنس في غياب التثقيف والتكوين والتوعية والتدين والأخلاق، فإنه يركز اهتمامه على الجوانب السفلى من حيوانيته، ومن ثم فهو يجري ويركض ويهرول نحو كل المنشطات سواء كانت صحية أو مصنعة أو مضرة من أجل التباهي بفحولته الفارغة. علينا أن نتباهى بالعلم والإنتاج والإخلاق وحب اللغة العربية وتعليمها لأبنائها وتمجيد الحضارة العربية الإسلامية وتجنب هذه السموم التي هي مجرد دعاية يستغلها الأذكياء للأغفال التافهين الأميين وما أكثر في البلاد. الأستاذ مصطفى النهيري كاتب عربي مغربي، تحياتي لكم. شكراً.